السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناتي طبخ سهل مع سناء. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم او غادي نتقاسم معكم تحضير كيكه اللي هي كيكه اللي هي بسيطه، مكونات سهلين متوفرين في كل بيت. غادي نحضر معكم هاد الكيكه ان شاء الله اولا بالياغورت اللي هو مسوس، كذلك غادي تكون محشوه بمكسرات اللوز والكاوكاو والقرفه، كتعطيها واحد المذاق اللي هو غزال بزاف. اكيد ان شاء الله غتعجبكم خصوصا المحبي النكهه ديال القرفه. وكذلك غادي نحضر معكم الصوص اللي غادي نزينها به بالكراميل والجبن، كيجي حتى هو زوين وسهل اللي ممكن انكم تزينوا به اي كيك ماشي غير هذا. نتمنى ان شاء الله الوصفه تنال اعجابكم. بالنسبه لهاد الكيكه راه كتجي هشيشه وكتجي اسفنجيه والمذاق اروع. بالنسبه الى عجبتكم الوصفه وعجبكم الفيديو ما تنساوش تخليو ليا كيف العاده لايك للفيديو مع الاشتراك في القناه. اللي مازال ما اشتركاتش في القناه وكتشوف دابا القناه تشترك وتفعل الجرس باش دائما توصل بالجديد. وما نطولش عليكم، ندوزو نشوفوا المقادير وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. بالنسبه لمكونات الكيك كنحتاج كاس ديال الزيت، كاس ديال العنبه، بنفس الكاس كناخذ كاس لاروب ديال السكر سنيده، كاس ديال الحليب دافي، رشه صغيره ديال الملح، 4 ديال البيضات بحراره المطبخ. كنحتاج جوج ساشيات ديال خميره الحلويات من فئه 8 غرام، يعني في المجموع 16 غرام، ساشي واحد ديال الفاني موزن 7 غرام ونص، والدقيق كيبقى على حسب الخليط. عندي هنايا حك واحد ديال الياغورت مسوس يعني طبيعي بدون نكهه من وزن 110 غرام، ومعلقه كبيره ديال الخل. هذا بالنسبه لمكونات الكيك. بالنسبه لمكونات الحشو عندي هنا مكسرات مخلط ما بين كاوكاو ولوز محمر ومهرمش، عندي جوج معالق كبار ديال السكر سنيده. بالنسبه للسكر كيبقى لكم الاختيار، لا بغيتوا تجيكم هكا كيكه اللي هي في حلاوه معتدله غديروا كاس لاروب ديال السكر سنيده في الكيك، والشيء اللي بقى لكم باش تكملوا الكاس غديروه في الحشو. بغيتوا تجيكم كيكه اللي هي حلوه بزاف غديروا كاس ديال السكر سنيده، تعمروا الكاس في الكيك وديروا جوج معالق ديال الحشو، وكنحتاجنا معلقه صغيره ديال القرفه مطحونه ومغربله. بالنسبه للطريقه كناخذ اول حاجه كنحضر هي الحشوه اللي غنديروا وسط الكيك، كناخذ الكميه ديال اللوز مع الكاوكاو وكنضيف فوق منها جوج معالق كبار ديال السكر سنيده، وكنضيف المعلقه صغيره ديال القرفه اللي مطحونه مزيان، وكتكون معلقه اللي هي عامره مزيان. كنخلط مزيان هاد المكونات وكندمجو مع بعضياتهم وكنخليهم جنب عاد اللي كندوز باش نوجد الكيك. من بعد ما كنخلطهم هذا هو الشكل ديالهم كيف ما كتشوفوا، دابا نخليهم جنب وندوز نوجد معكم الكيك. بالنسبه للطريقه ديال الكيك كناخذ 4 ديال البيضات اللي كيكونوا بدرجه حراره المطبخ، كنديرهم هكا في واحد الاناء اللي غادي نخدم فيه هاد او غادي نحضر فيه الكيك. وكنضيف على البيض كاس لاروب ديال السكر سنيده، كنضيف رشه صغيره ديال الملحه، وكنضيف ساشي ديال الفاني باش غادي نسم هذا الكيك. صافي كنطرب مزيان المكونات بالطراب الكهربائي، ممكن انكم تخدموا الخلاط الكهربائي يعني الطحانه اللي كيكون فيها الكاس. صافي كنبدا نطرب مزيان حتى كيدوب مزيان هذاك السكر مع المكونات وكيبيض اللون ديال البيض، ما كيبقاش لونه هكا صفر، كيولي اللون ديالو بيض. عاد لي نرجع نضيف ليه المكونات اللي بقات. من بعد ما كنطرب الخليط ديال البيض كيف ما كتشوفوا هذا هو الشكل ديالو، كيكون هكا لونه ابيض ما كيبقاش لونه اصفر. كناخذ ضرب يدوي وكنضيف على الخليط كاس ديال الزيت، كاس ديال العنبه، وكنضيف الكاس ديال الحليب دافي، وكنضيف الحك ديال الياغورت مسوس. ضروري هنا في هذا الكيك هذا يكون ياغورت اللي هو مسوس، كيعطيه واحد القوام اللي هو زوين بزاف احسن من الياغورت الحلو. صافي كنخلط هاد المكونات مزيان حتى كيندمجوا مع بعضياتهم، ما تبالغوش هنايا في التضرب يعني غير يتخلطوا المكونات. صافي وكتضيفوا الدقيق. صافي من بعد ما كنخلط المكونات كيف ما كتشوفوا كيندمجوا مع بعضياتهم، كنضيف معلقه كبيره عامره مزيان ديال الخل،
وكنحاولها كنحركها بالضربه اليدويه حتى كتندمج مع المكونات هكا شي شويه. عاد اللي كنضيف الدقيق اللي سبق ليا وغربلته من قبل. بالنسبه لهنايا الدقيق دائما كيبقى على حسب الخليط وعلى حسب النوعيه ديالو واش كيشرب اولا لا، وكذلك على حسب الحجم ديال البيض، كاين البيض كيكون كبير كاين البيض كيكون صغير. صافي كنضيف هنا كميه من الدقيق اللي غربلته مع جوج ساشيات ديال خميره الحلويات في المجموع 16 غرام، وكنخلط مزيان بالضراب اليدوي. وانا كنضيف هكا الدقيق بشويه بشويه حتى كنحصل على خليط ديال الكيك كيكون خفيف ما كيكونش ثقيل. في الاخير غنعطيكم الكميه اللي خدات ليا بالنسبه للدقيق. من بعد ما خلطت الخليط ديال الكيك بالنسبه للكميه ديال الدقيق خدات ليا جوج كيسان ونص ديال العنبه، يعني بالنسبه ليكم تقدر تاخذ ليكم من جوج كيسان حتى لجوج كيسان ونص ديال العنبه. كيف ما كتشوفوا هذا هو القوام ديالها، كتكون هكا خفيفه ما كتكونش ثقيله بزاف. صافي هنا كناخد مول اللي كيكون هكا مثقوب في الوسط، دهنته بشويه ديال الزبده ورشيته بشويه ديال الدقيق، كنفرغ فيه نصف الكميه من الخليط ديال الكيك، وكنحاول كنوزعو مزيان على المول، وكندير فوق منه الحشو اللي حضرت معكم. بالنسبه لهنايا المكسرات ليكم الاختيار اللي عندكم، ديرو اللوز كاوكاو قرقع، ممكن ديرو غير حاجه وحده، المهم كيبقى لكم الاختيار. كندير هنايا الكميه كامله ديال الحشو، من بعد ما كنكمل الحشو فوق من الخليط كنعاود نرجع ندير نصف الكميه ديال الخليط ديال الكيك اللي كتبقى ليا، كنوزعها هكا فوق من الحشو غير بشويه حتى كنكمل الكميه كامله اللي بقات ليا. صافي من بعد ما كنكمل الخليط هذا هو الشكل ديال الكيك كيف ما كتشوفوا. كندخل الفران بارد النار مهيله من تحت منه حتى كنشوفوا انها تنفخ وطاب مزيان، عاد كنشعل عليه شويه من الفوق باش يتذهب ليه اللون ديالو كيتحمر، وكنخرجوا وغادي نخلي دابا ندخل الفران وغندوز معكم نوجد الصوص باش غادي نزين هذا الكيك. بالنسبه لمكونات الصوص كنحتاج جوج قطع ديال الجبن المثلث اللي ممكن انكم تستعملوا المربع، وكنحتاج جوج معالق كبار ديال الحليب مركز محلى على شكل كراميل، ممكن ديرو هكا على شكل كراميل او الحليب مركز العادي. كناخد هنا ميكسور كندير فيه ديك جوج معالق كبار ديال الحليب مركز كراميل، وكنضيف جوج قطع ديال الجبن. صدقوني البنات هاد الصلصه هادي كتجي غزاله بزاف، ممكن انكم تستعملوها لاي كيك عندكم تزينوا به، راه كيجي زوين بزاف لا في الشوفه ولا في المذاق ديالو. صافي كنوضع هذوك القطع ديال الجبن وكنحاول نميكسي مزيان هاد المكونات حتى كنحصل على صوص اللي يمكنكم تطلق مزيان ما كيبقاش هكا عاقد. صافي هنايا من بعد ما طابت الكيكه وبردت وزولتها من المول هذا هو الشكل ديالها، كتجي طالعه كتجي هشيشه ورطبه، صراحه كيكه اللي هي غزاله بزاف وسهله، مكونات بسيطه كيف ما كتشوف معايا في الجوانب ام الفوق كيبان هكذاك الحشو اللي درنا ديال المكسرات. وبالنسبه للصوص اللي حضرت معكم هذا هو الشكل ديالو، كيجي هكا صوص اللي هو خفيف حتى هو صراحه البنات غزال بزاف، كنتمنى انكم غتجربوه وتردوا عليا كيجي زوين وبسيط. كناخذ هنا بلاستيك غذائي اللي ممكن انكم تاخذوها ككيس جو طابل، انا ما كانش متوفر لي خديت انايا غير كيس هكا بلاستيكي. كنفرغ فيه الكميه ديال الصوص، من بعد ما غادي نفرغ الكميه كامله غادي نحاول ندير خطوط عشوائيه من فوق من الكيك. وبالنسبه لكم ممكن انكم ديروا هكا بحال خطوط عشوائيه كيف ما ممكن انكم تدهنوها كامله من الفوق ومن الجوانب، كيبقى لكم دائما الاختيار.
صافي هنايا بعد ما كملت ليها تزيين بالصوص اللي حضرت معكم، غادي نخليها هكا جنب، وغادي نزيد نزينها بكاوكاو مهرمش محمر من الفوق. كيف العاده التزيين دائما كيبقى على حسب الرغبه وعلى حسب المتوفر عندكم. صافي غادي نكمل لها كان تزيين بالكاوكاو، وغادي نوريكم الشكل النهائي ديالها بعد ما غادي نكملها. وهذا هو الشكل النهائي الكيكه بعد ما كملت ليها التزيين. كيف ما كتشوفوا معايا كتجي كيكه اللي هي زوينه لا في الشكل ديالها، وكذلك كتجي زوينه في المذاق. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتردوا عليا. كتجي بسيطه بزاف، مكونات بساط، طريقه تحضير سهله كيف ما شفتوا معايا. صراحه داك الياغورت مسوس كيعطيها واحد القوام اللي هو زوين بزاف، كتجي اسفنجيه هشيشه رطبه من الداخل، وكذلك كيعطيها لون اللي هو اصفر. كنصحكم انكم بقاو ديروا هكا الياغورت اللي هو مسوس عوض الحلو في الكيك ديالكم اليومي، لان كيعطي واحد القوام زوين للكيك. غادي نحاول نقطع معكم هكا واحد طريف تشوفوا كيفاش كتجي في القوام ديالها. عاد لي غادي نسد هذا الفيديو ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا هنا بعد ما قطعتها كطريف، هذا هو القوام ديالها من الداخل، كتجي هكا صفراء. وبهذاك الحشوه اللي حضرت معكم بالمكسرات كتجي غزاله بزاف، اسفنجيه وهشيشه. نتمنى ان شاء الله الوصفه تنال اعجابكم، ولا عجبتكم ما تنساوش تخليوا لي لايك للفيديو مع الاشتراك في القناه، وفعلوا الجرس باش دائما توصلوا بالجديد. والى اللقاء فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه، خليت لكم الراحه.